هاي كيفكن؟ والله دبي صارت مثل بيت التاني لي. اشتاق للماما كمان، اشتاق انا للجامعة، جامعة العائلة، درجة العائلة بالبيت. I really miss the family. طيب مدام ريما، عايزاكي تحكي لي على شكل أوضة السفرة في بيت أهل عمر. ألوان دافية، كتير ألوانها دافية الأوضة. يلا جهزتي لي اللي حكينا عليه؟ أنا حضرت لكم الأغراض. في هيدا الصحن وهيدا الطقم الذهبي يلي ما ببين إلا على المناسبة. أنا شيف سويلة من مطعم كازوزا دا بوينت. مرحبا شيف، يعطيك ألف عافية. بدي أطلب منك هالطلب، وحياتك بدي إياك تحضر لي أكلة ملوخية المفضلة عند ابني. أنت عايزاها مع فراخ ولا لحمة ولا أرانب؟ شو أرانب؟ لا بس هيك عصرة حامضة بيمشي الحال. إن شاء الله بنعمل أطيب ملوخية لعمر على طريقتك. ايش هذا؟ ايش هذا؟ تسلم لي هالطملة انا حبيب قلبي. ليك ماما وصيت لك على الملوخية اللي بتحبها. ان شاء الله السنة الجاية بنكون كلنا مع بعض.